نعدي حدودنا معاكوا في اي كلام، والموضوع ماتش يعدي ولازم يبقى ما بيننا سلام. مصر جزائر ومن الاخر كلمة هقولها خلاص وهنام، هي نتيجة ناس محسومة ومش محتاجة بجد علام. ام الدنيا بلدنا ودايما هي الاصل، اكيد عارفين ان الفوز هيجينا عشان بالخير وياكم سابقين. لما بتيجوا بلدنا تشيلكوا فوق الراس وفنن العين، ممكن نيجي عليكوا نقسى وده مش طبع المصريين. لا هنتعصب ولا هنعدي حدودنا معاكم في اي كلام، والموضوع اهوش يعدي ولازم يبقى ما بيننا سلام. مصر جزائر ومن الاخر كلمة هقولها خلاص وهنام، هي نتيجة ناس محسومة ومش محتاجة بجد علام. ام الدنيا بلدنا ودايما هي الاصل، اكيد عارفين ان الفوز هيجيلنا عشان بالخير وياكم سابقين. لما بتيجوا بلدنا نشيلكوا فوق الراس وفنن العين، ممكن نيجي عليكم نقسى وده مش طبع المصريين.